الجمعة في السجادة الحمراء. هو نجم من الصف الأول في الكورة. لقاء خاص مع الكابتن محمد بركات. تعلمت إيه من النادي الأهلي؟ مفيش حاجة اسمها تشبع بطولات. خناق اللي بينك وبين أحمد حسن على الجول بتاع الزمالك، مين فيكم اللي جاب الجول؟ حق ربنا. ولأول مرة نقترب بلا أسوار من ملك الحركات. إيه حكاية بقى إن أنت ما بتحبش ترد على تليفونات؟ ونقعد نجيب في سيرة الناس ونقطع في الناس. إمتى أنت مثلت عشان تاخد ضربة جزاء؟ كان ماتش منتخب. حوار بلا خطوط حمراء على السجادة الحمراء. الدوري المصري ناقصه إيه؟ أما يبقى أنت مش قادرة تتوقعي ماتشات كتير، معناها المنافسة قوية. المنافسة قوية. السجادة الحمراء الجمعة 10:00 مساء على قناة الأهلي.